أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا الأولى، الجولة الاقتصادية في هذه النشرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر وتردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر في محافظة بورسعيد. قام المركز بالتواصل مباشرة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي نفت تلك الأنباء وأكدت على أن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماما، وأن هذه الظاهرة ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك، وشددت في الوقت ذاته على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك في مختلف المحافظات. شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس افتتاح مصنع وادي السيليكون وخط إنتاج إحدى العلامات التجارية في المنطقة الصناعية بالسخنة، والذي يعد أول مصنع متخصص في مصر وفي الشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيع اكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء كالسماعات الذكية وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها. من جانبي أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن سعادته بافتتاح خط إنتاج العلامة التجارية أنفينكس بمصنع وادي السيليكون، والذي يعد إنجازا جديدا للتعاون ما بين المنطقة الاقتصادية للقناة والمطور الصناعي تيدا مصر، الذي بلغت استثماراته في المنطقة ما يزيد عن ملياري دولار. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مع السيدة دانا سامرز الرئيس التنفيذي للعمليات في إحدى الشركات الألمانية. خلال اللقاء اطلع الوزير من الشركة الألمانية على موقف أعمالها في إنتاج الغاز الطبيعي والذي تستثمر فيه الشركة الألمانية في مصر كمشغل رئيسي في منطقتي دسوق وشرق دمنهور في دلتا مصر. كما تم استعراض خطط الشركة للإسراع بتنمية موارد الغاز الطبيعي وزيادة إنتاجه في مناطق امتيازها، علاوة على شراكتها مع بريتش بتروليوم البريطانية في مناطق امتياز بالبحر المتوسط. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الاهتمام المتواصل من صناع الطاقة بالعلم والابتكار يدعم أهداف الصناعة في التقدم والاستدامة. لفت الوزير خلال مشاركته كمحكم في حفل جوائز معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أدبك إلى أهمية التركيز على مشروعات التحول الطاقي وإزالة الكربون، والتي تزيد من قدرات صناعة الطاقة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للعالم وتحقق التوازن المطلوب بتنفيذ التعهدات البيئية الدولية لمواجهة تغيرات المناخ من خلال حلول مستدامة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في ظل ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأمريكية ومؤشرات متباينة عن المعروض، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 22% لتصل وتحقق ما قيمته $90.91 للبرميل. أما بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط فقد ارتفع بما نسبته 51% ليصل ويحقق ما قيمته $89.27 للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.38% لتحقق $3.17 للتر، وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 2.11% لتسجل 2.9 لكل دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في السعودية أظهر مسح أن نمو أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي تسارع في سبتمبر، ولا ذلك إلى أدنى مستوى في 11 شهر والمسجل في الشهر السابق عليه، ودعمت زيادة المبيعات الإنتاج الكلي في البلاد، وارتفع فيها مؤشر بنك الرياض لمدير المشتريات إلى 57.8 نقطة في سبتمبر من 56.6% في أغسطس، والذي كان المستوى الأدنى منذ سبتمبر من العام الماضي، ليتجاوز بذلك وبفارق كبير مستوى 50 نقطة، والذي يدل على النمو
ويتخطى مجددا متوسطه طويل الاجل البالغ 56.9 نقطه. في ألمانيا يتظاهر آلاف الأطباء في الشوارع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بمزيد من الدعم المالي بسبب الارتفاع المستمر في التضخم والذي ضرب العديد من الدول الأوروبية. تجمع الممارسون الطبيون في برلين خارج مقر وزارة الصحة الاتحادية، وتشارك نحو 20 جمعية طبية ومنظمة تأمين صحي قانونية، بالإضافة إلى عدد كبير من الصيدليات في هذا الإضراب على مستوى البلاد تحت شعار أزمة العيادات. أوضح الأطباء المشاركين في هذا الإضراب الألمان أن تكاليف الطاقة المتزايدة ومساعي الرقمنة الفاشلة ونظرة المهنيين المهرة جعلت من العيادات أنها تتأرجح على حافة ضغوط لا يمكن التغلب عليها. وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، ونبدأ استكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع أميرة ورجاء. شكرا لك مصطفى.